طب انتي زعلانة من كاظم، ما بترديش عليا انا ليه؟ زعلانة مني انا كمان؟ لا، وانا ازعل منك ليه؟ انا كنت قافلة بس شوية ومش في المود. اتفضلي، ما ينفعش تفضلي واقفة على الباب كده، اتفضلي. اتفضل. لا لا لا، تعالي تعالي اقعدي جنبي هنا. انا مش عاوزاكي تزعلي يا بيسا، ولا تفهمي الموضوع غلط. لو انا هزعل ليه؟ ما كل شيء اسمه ونصيب. شفتي بقى، اديكي فاهمه غلط. دي صديقته ومهاجره وراح يسلم عليها. عادي كده؟ سامحيه بقى خلاص، نكمل الفرح وبعد كده كل حاجه هتبقى تمام. لا معلش يا حماتي، الواد ده كده ما يتضمنش. بصي بقى، كان في حاجه يعني الحقيقه انا ما كنتش عاوزه اقولها. ايوه ايه بقى؟ بس انت كده اضطريتيني ان انا اقولها. هم متربيين سوا مع بعض، وهي صديقته، والبنت مسافره بره تعمل عمليه خطيره جدا، يعني يمكن ما ترجعش. لا اله الا الله. طب مش تقولوا، طب خليتونا يعني ظلمنا البت كده وهي حبت عيني عينه. سامحني يا رب. شفتي بقى؟ لا بس برضك يعني عايز تشوف صديقته المريضه ياخد خطيبته معاه. هو دلوقتي مش زي الاول، هو دلوقتي راجل مرتبط ومسؤول، المفروض يفهم النقطه دي كويس. اوكي تمام خلاص، واوعدك كده مش هتتكرر تاني. خلاص بقى يا بيسا. ماشي حماتي خلاص. والله العظيم انت مجيتك دي عندي كبيره قوي. ده انا يا لهوي، ده انا حتى ما عزمتش عليكي بحاجه تشربي. لا تشربي ايه؟ اتعشي بقى معانا. ده انت حظك حلو قوي، ده احنا عاملين شويه حلويات يستاهلوا بقى. هقوم اجيب لك دلوقتي. لا 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 متشكره قوي، انا اصلي بالليل ما باكلش سكريات خالص. لا سكريات ايه؟ ده فشه وكرشه وطحال وعكاوي. ايه عكاوي دي؟ اللي هو الديل. بنفرد الديل كده اهو ونقوم مقطعينه حتت كده، وبعدين نعمله بقى بالبصله. نعمله اصل انا لازم امشي دلوقتي حالا. لا انت قرفانه ولا ايه؟ انا خالتي بتنضفه كويس قوي. اوعي، دي بتمرش الكرشه كده اهو، وبالمنابير، المنابير برضو بنفردها كده اهو، نقلبها ونمرش، وبعدين نرجع نقلبها تاني ونمرش. ايه ده انت رايحه فين؟ استني بس يا حماتي، ما ينفعش تمشي كده من غير ما تاخدي وجبك. انا هخلي كاظم يكلمك. طب اديني رنة اول ما توصلي طمنيني عليك. خلي بالك من السلمه المكسور، هستنى كاظم يكلمني. ها يلا يلا. لا اله الا الله. ايه ده؟ ايه اللي جاب الست دي هنا يا بيسا؟ ده رجلي مأموم، انا وكاظم رجعنا لبعض تاني. ليه كده يا بيسا؟ ايه ده انت عبيط ولا ايه؟ طلعت فاهمه غلط والناس متمسكين بيا، وبعدين اديك شايف الست ازاي جات لي في نصاص الليالي. بقول لك ايه؟ المهم دلوقتي عايزاك في موضوع ضروري. عاوزه ايه مني؟ عايزاك تعدي على مستر هيصه يدي لي الشعر ميعاد جديد وتتبع لي الدعوات تاني. يلا بقى عشان الحق احضر حاجتي. طب انا كنت عايز اقول لك حاجه يا بنتي.